مازال معانا الاستاذ احمد من داخل مزرعه الحمام اللحم اللي بختم الشركه الفرنسيه. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذ احمد. طيبه يا حاج مصطفى، والمتابعين كلهم بخير وبصحه وسعاده، ربنا يتقبل منا ومن صالح الاعمال يا رب. امين يا رب العالمين. رجاء من حضرتك ورجاء من المشاهدين، لما تروح الكويت ما تنسناش، احنا تعرفنا والناس حبوك وتعرفنا معرفة خير، وبرضو تبقى تكلمني في الكويت، تكلمني وتصور لي الحمام اللي عندك هناك. لا خلاص بقى، معنا نزلت بقى صفيت بقى. ما تروح هتشتري تاني، ما حدش بيقدر يبطل. لما تروح هتشتري تاني وهتبطل، مش هتقدر هناك تعيش من غير حمام بإذن الله. زي ما انا قلت للناس برضو، اللي عايز حمام من هناك هيشوف واحد صاحبه هناك او واحد قريب او كلام من ده، عايز يجي جوز او اثنين، وقت ما يكون الشحن فتح انا هروح معاه، هتطوع واروح معاه، ما عنديش اي مشكله. نروح المكان اللي هو عايز منه الحمام، هيتفق هو مع الراجل الاول في التليفون عشان يعرف السعر ويعرضه على حضرتك هنا في مصر، وتشوف هل مناسب ليك او لا. مناسب اروح انا مع الراجل، يا اما هو ينقي، يا اما انا انقي له الحمام اللي هو عايزه. طيب احنا برضو هنا هنقول، هنسيب لكم رقم الاستاذ احمد اللي هو الرقم الكويتي، بس هيكون هناك بعد العيد ان شاء الله. بعد اذنك، في حمامه هناك لاحم اسمها لاحم الوزان. لاحم الوزان، الوزان ده زي شركه اسماعيل كانت جايبه حمام من فرنسا هنا، اسمها مزارع دينا. مزارع دينا اسمه لاحم الوزان. بس لو شفت شكله غير الحمام اللي عندنا خالص، برضو هو نسخة طبق الأصل من حمام الشركة الفرنسية، ما تفرقوش عنه. ما شاء الله، بس هو مش فرنسي ولا حاجة؟ لا هو لحم فرنسي. بس أنا أعتقد، أنا ما أعرفش الصراحة يعني، بس ده اعتقاد يعني، إن هو داخل فيه حاجات تانية، لأن هم هناك غاويين التاكسن بصورة رهيبة، والكينج والمدينة والحاجات دي. ممكن في ناس بتركب، لأن في حمام هناك اسمه حمام تركيبات. ناس عندها لحم شركة فرنسية، وفي لحم ألماني. تمام. مش فيلمسي بس، في لحم الماني. هو المهم هنا كله بيدور على الحجم الكبير علشان ياكل لحم. بقى ايه بقى التركيبات ده؟ بس انا لسه بقى، انا كلمت الراجل وقلت له على موضوع سرعه الانتاج هل متوفره فيه؟ قال لي لسه بنشتغل عليها. الزغلول يا حاج مصطفى بيعدي الكيلو. بسم الله ما شاء الله. الزغلول فرخه. ما شاء الله. بيعدي الكيلو، يعني انت بتروح تجيب الفرخه الساسو ولا مش عارف ايه، بتجي لها 750 جرام ولا مش عارف، ده بيعدي الكيلو. والفرخه البرازيلي اللي بتجي لنا مجمده دي، اللي هي اللي في ما تجيبش الكيلو كمان. بيعدي الكيلو، فده حمام تركيبات، بيركبوا حمام لاحم ايطالي على حمام لاحم فرنسي على حمام تاكسن على حمام مش عارف ما شاء الله مدينة على كينج، ويقعد يعمل انتاجات لان عندهم المجال واسع. فبقعد يجرب لغايه لما يوصل لحاجه معينه ويبيعها. بس هل سرعه الانتاج زي سرعه حمام اللحم؟ دي الراجل نفسه بصراحه قال لي لسه بشتغل عليها، لسه سرعه الانتاج ما وصلت لها. لسه. فحمام اللحم الوزان احسن من الحمام اللي عندنا. هو لاحم واحسن من الحمام اللي عندنا، وسرعه الانتاج وكل حاجه، وحجم اكبر. وحجم الزغلول بيوصل مثلا الزغلول واحد 750 800 جرام. ما شاء الله. بس الجوز طبعا بسعر. طبعا. الجوز الشغال ب 35 دينار. ما شاء الله. 35 دينار دول عاملين تقريبا 2000 جنيه. تقريبا. وهتشحنهم ب 1000 فوق 3000 جنيه. يبقى انت تجيب حمام الشركه الفرنسيه ب 6000 جنيه ولا ب 5000 جنيه. احسن ايه؟ تجيب جوز. ما شاء الله. كده. والشركه الفرنسيه على فكره برضه بتبيع زغاليل. سعرها اقل من الحمام الشغال. بس الزغاليل هتبقى مناعتها ضعيفه يمكن في النقل. كتر خيرك يا استاذ احمد، ما نتحرمش من حضرتك ومن ذوقك. شرفتنا ونورتنا والله. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب، أخرناك يعني، شايفينك بتبص في الساعة، كتر خيرك. وكل عام وأنتم بخير. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.